كريستوف كولومب يصف شعوره حين وقعت عينه على أرض أمريكا. رسالته إلى جبريل سانشيه وزير مالية فرديناند ملك إسبانيا. كتب كريستوف كولومب وصفا مطولا لرحلته العظيمة على رق متين، ولفها لفا محكما في قماش لا ينفد فيه الماء، ثم وضعها في صندوق عليه إطار من حديد وألقى بها في أمواج المحيط الصاخب، وكتب يقول: إني لأعلم بعد أن أفلحت فيما أردت القيام به أن عملي هذا سيسر، ولذلك اعتزمت أن أقص قصته عليك حتى تكون على علم بكل ما فعلناه وما اكتشفنا في رحلتنا. في اليوم 33 بعد سفرنا وصلت إلى بحر الهند، فوجدت فيه جزائر كثيرة تسكنها خلائق لا يحصى عددها. استوليت عليها جميعا لتكون ملكا لملكنا السعيد، ورفعت عليها الأعلام. أعلن ذلك المنادون، ولم يعترض أحد على هذا العمل، فأطلقت على أولى هذه الجزائر اسم منقذنا الأمين الذي أعانني على الوصول إليها، والهنود يسمونها جوانهاني، كذلك سميت كل جزيرة أخرى باسم جديد، سميت واحدة سانتا ماريا، وسميت أخرى فرناندينا، وسميت ثالثة إيزابيلا، ورابعة جوانا، وفعلت مثل هدفي سائر الجزائر. ولم نكن نصل إلى تلك الجزيرة الأخيرة التي قلت توا إني أسميتها جوانا حتى سرت بجوار ساحلها نحو الغرب مسافة ما، فوجدتها كبيرة ولم أرى لها نهاية، حتى ظننت أنها ليست جزيرة بل البلاد الواسعة المعروفة باسم كاثاي، على أني لم أرى على سواحلها بلدانا أو مدنا كبيرة، بل شاهدت قرى ومزارع صغيرة لم أستطع التحدث مع أهلها لأنهم حين أبصروني ولوا الأدبار. ثم واصلت السير لعلي أجد مدينة أو دارا كبيرة، ولما رأيت أن قد سرنا طويلا دون أن نظفر بشيء منها، وأن طريقنا أخذ يتجه شمالا وهو ما لم أكن أرغب فيه لأن كنا في الشتاء ولأن وجهتي كانت نحو الجنوب، ولما وجدته فضلا عن هذا أن الريح أخذت تعصف عصفا شديدا، أيقنت أن لا فائدة في مواصلة السير، فعدت إلى خليج كنت قد شاهدته من قبل، وبعثت منه اثنين من الرجال إلى داخل الجزيرة ليعرف هل فيها ملك أو مدن. صار الرجلان 3 أيام وشاهدا دورا ومدنا، ولكنها كلها صغيرة وليست لها حكومة، فرجعا إليه. وتحيط بالجزيرة كلها موان واسعة آمنة، لا يفضلها قط ميناء من الموانئ التي شاهدتها طوال حياتي. تجري فيها أنهار عظيمة طيبة المياه، وفيها كثير من الجبال الشاهقة، والجزائر كلها جميلة المنظر، تمتاز بخصائص متباينة، فالوصول إليها يسير. أشجارها كثيرة مختلفة الأنواع، عالية تناطح السحاب، ولا أظن أنها تتعرى من أوراقها في فصل من فصول العام، لأني وجدتها خضراء مورقة كأشجار إسبانيا في شهر مايو، ورأيت معظمها مزهرا وبعضها مثمرا،
كلها نامية حسب أجناسها الخاصة. ورأيت حين ذهبت لارتيادها البلابل الطيور المغردة والتي لا حصر لها تغرد فوق الأشجار في شهر نوفمبر. وفي جزيرة جوانا فضلا عن هذا كله 7 أنواع من النخيل أو 8، تفوق نخيل بلادنا في ارتفاعها وجمالها. شأنها في ذلك شأن سائر أشجار الجزيرة وأعشابها وثمارها. وفيها أيضا طائفة من أشجار الصنوبر الجميلة، تتخللها السهول والمراعي، وتكثر فيها الطيور المختلفة ونحل العسل والمعادن عدا الحديد. في الجزيرة المسمى هسبانا جبال عالية جميلة المنظر، وحقول واسعة وسهول خصبة تصلح للحرث والزرع وبناء المساكن. وليس في وسع الإنسان أن يدرك سهولة الوصول إلى موانئ الجزيرة أو كثرة ما بها من الأنهار التي يطيب بها الهواء ويصح بها الجسم إلا إذا رأى ذلك كله بعينه. وتختلف أشجارها ومراعيها وفاكهتها عن مثيلاتها في جوانا، وهي إلى ذلك غنية بأنواع التوابل المختلفة وبالذهب وغيره من المعادن. والناس في هذه الجزيرة وفي سائر الجزائر التي رأيتها أو عرفت أحوالها يسيرون عراة كما ولدتهم أمهاتهم رجالا كانوا أو نساء، لا يستثنى منهم إلا بعض النساء اللاتي يسترن عوراتهن بورقة أو ببعض أوراق من الشجر أو بقطعة من نسيج القطن ينسجنها لهذا الغرض. وليس لدى هؤلاء الناس كلهم كما قلت من قبل شيء من الحديد على اختلاف أنواعه، وليست لديهم أسلحة، فهم لا يعرفون ولا يستطيعون استعمالها، على أن هذا لا يرجع إلى نقص في أجسامهم، فهم كلهم أقوياء أصحاء، بل يرجع إلى خوفهم وضعف قلوبهم. غير أنهم يتخذون لهم أسلحة من الغاب المجفف في الشمس، يثبتون في أطرافها السفلة هاما من الخشب المجفف المدبب، ولكنهم لا يجرؤون على استخدام هذه الأسلحة على الدوام. فكثيرا ما حدث حين أرسلت 2 أو 3 من الرجال إلى بعض قراهم ليتحدثوا إلى سكانها أن كانت تخرج طائفة كبيرة من الهنود في صفوف متراصة، حتى إذا رأوا رجالنا مقبلين ولوا الأدبار. يدفع الآباء منهم أبناءهم والأبناء آباءهم، ولم يكن ذلك لأن واحدا منهم أسيء إليه، لأني أعطيت كل من زرته وكل من استطعت أن أتحدث إليه منهم شيئا مما لدي، قماشا كان أو غيره من الأشياء الكثيرة التي كانت معي، ولم آخذ منهم في نظيرها شيئا، بل كان سبب خوفهم أنهم بطبيعتهم وجلون هيابون، على أنهم إذا رأوا أنهم آمنون أطرحوا خوفهم. وتبين الإنسان أنهم طيب القلب يركن إليهم وكرماء لا يظنون على أحد بما لديهم، بل إنهم هم أنفسهم كانوا يدعوننا إلى أن نطلب ما نريده منهم، وهم يظهرون من الحب لغيرهم أكثر مما يظهرون لأنفسهم، ويعطون ما لديهم من أشياء عظيمة القيمة نظير أشياء تافهة، ويقنعون بالقليل الذي نقدمه لهم، بل كانوا أحيانا يرضون بغير عوض، على أني قد أمرت ألا يعطى لهم من الأشياء ما كان صغيرا تافها.
كقطع الصحاف والأطباق والزجاج والمفاتيح وأربطة الأحذية. وإن خيل إليهم حين كانوا يعطون هذه الأشياء أنهم نالوا أجمل جواهر العالم، وليس ثمة فرق بين ملامح الناس في هذه الجزائر كلها ولا في لغاتهم، فكلهم يفهم بعضهم بعضا، وهو أمر له خطره في الغرض الذي أرى أن ملكنا العظيم يحرص على تحقيقه، وهو نشر دين المسيح بينهم. ومبلغ علمي أنهم مستعدون إلى ذلك راغبون فيه. قد عرفت أن الرجل في هذه الجزائر كلها يقنع بزوجة واحدة، لا يستثنى من ذلك إلا الأمراء والملوك، فهؤلاء يسمح للواحد منهم بعشرين زوجة. ويبدو أن النساء يعملن أكثر من الرجال، فلم أتبين على وجه التحقيق هل يسري نظام الملكية الفردية بينهم. قد رأيت رجلا واحدا منهم يقوم بتوزيع الحاجيات على غيره، وبخاصة المرطبات والطعام وما مات لهما من الأشياء. فما أعظم هذا وأعجبه، إنه لا يماثل تقاليدنا نحن، بل ينطبق على تقاليد المسيحية المقدسة وعلى دين ملوكنا وتقواهم. ولا غرابة في هذا، إنما لا تدركه العقول البشرية تهبه للخلق العناية الإلهية، لأن الله يستجيب إلى دعاء عبيده الذين يحبون شريعته ولو طلبوا المستحيل. كما حدث لنا نحن في حالتنا الراهنة، إذ بلغنا ما لم يبلغه قبلنا أحد من بني الإنسان، ذلك أنه إذا كان أحد قد كتب شيئا عن هذه الجزائر وتحدث بشيء عنها، فإن ذلك كله كان حدسا وكلاما مبهما غامضا، ولم يدعي أحد أنه رآها، ولذلك كانت هذه الأقوال أشبه بالخرافات والأوهام. ومن أجل هذا يجدر بالملك والملكة والأمراء وسكان ممالكهم السعيدة غيرهم من سكان الأقطار المسيحية جميعها أن يحمدوا الله الذي خصنا بهذا النصر العظيم. فلنقم الاحتفالات الدينية والأعياد المقدسة، ولننصب التيجان على الكنائس، وليغتبط المسيح في الأرض كما يغتبط في السماء حين يرى تلك الآلاف المؤلفة من الأرواح البشرية قد نجت من الضلال. ولنبتهج نحن أيضا بالنصر الذي ناله ديننا، وبالخير الذي سيعود علينا في دنيانا، وهو الخير الذي لن تختص به إسبانيا بل سيشاركها فيه العالم المسيحي أجمع. وبعد، فذلك وصف موجز لما عملناه، والسلام. لشبونة في اليوم السابق لمنتصف شهر مارس. كريستوف كولومب، أمير أسطول المحيط. وقد قام كولومب بعد هذه الرحلة بثلاث رحلات أخرى إلى أمريكا، كان آخرها عام 1504، قد عين حاكما على بعض المستعمرات الإسبانية، كانت كلها بؤس وخيبة. قد عاد من رحلته الثانية إلى إسبانيا ذليلا وضيعا، وعاد من رحلته الثالثة مكبلا بالأغلال. ولما عين في آخر الأمر حاكما على إحدى المستعمرات الإسبانية، عجز عن إدارتها عجزا.